مولود العذراء عنده شهر جديد مش مثل الشهر الماضي، شهر حزيران يونيو بيوضعك تحت الأضواء مع تواجد الكواكب ببرج الجوزاء، الشمس، المشتري، الزهرة، ورح يتبعهم كوكب عطارد اللي هو كوكبك الحاكم، يعني كل الأضواء مسلطة عليك. الكواكب بالجوزاء سيف ذو حدين، يا ترقية يا منصب يا شهرة يا التقاء مع أشخاص ذو نفوذ بيدعموك إذا كنت أنت عم تأسس على أسس سليمة بتكافئك، إذا ما كنت على قدر المسؤولية كنت عم بتغلط، كنت عم تتلهى، كنت عم تهمل التفاصيل رح تعاقب. للعذراء الناجح رح يكون بانتظارك نجاح وفرص للترقية لمنصب مهم للشهرة. للعذراء المخالف للقوانين رح تسمع نميمة الناس سرسرة عليك، انتبه من أي مخالفة للقوانين أو وقت اللي أنت بتكون عم بتسوق السيارة. البداية مع نهار السبت والأحد، وجود القمر ببرج الحمل بداية شهر نارية بامتياز، بتخدم مصالحك، في ترقية، في هدية، في وعود، في احتفالات، الأجواء من حولك غنية بالتأثيرات الإيجابية الواعدة والانفراجات الكتيرة والنجاحات، بتمهد لتغيير إيجابي وفرص بشغلك، بيوصل القمر للثور وبتعيش 3 أيام ولا أروع من هيك بين التنين والأربع أجمل أيام الأسبوع، موقع ممتاز بيساعدك بيدعمك بيحمل لك الحظوظ وبيتحدث عن فرص للسفر، عن تجربة جديدة، مغامرة، تغيرات مثل ما أنت بتحب، أجواء إيجابية بتعيش فيها، أجواء مناسبة لإنهاء الواجبات والأعمال. بتخف الحظوظ شوي مع وصول القمر الجديد لبرج الجوزاء الخميس والجمعة. يومين بدهم انتباه، في عنا مربع فلكي مع برجك بيسببوا لك القلق والهموم والتأخير والتأجيل والتوتر، وما تنسى زحل ونبتون بالحوت، ابتعد عن كل المشاكل وما تلوم الآخرين إذا كانت الأمور صعبة ومعقدة، حافظ على هدوءك. أسبوع أو نهاية أسبوع بتطلب منك الاهتمام بصحتك وسلامتك وعدم تعريض نفسك للمخاطر. عاطفيا كمان بعدك عم بتواجه بعض الافكار السوداء تحت تاثير الزهره من الجوزاء يلي ممكن يسبب لك شويه قلق، انتبه من اتخاذ القرارات الحاسمه يلي بتتعلق بمصير حدا من اولادك، استفسر منيح على اللي بخوفك، استوضح الامور وانتبه من الوقوع ضحيه القلق والخوف. العازب حاول ايجاد وسائل للتسليه والابعاد الهواجس عن راسك، اسبوع ضاغط عاطفيا متطلب، تجنب حاليا كل شيء ما بتوثق بنوايا الصادقه. يعني بعود باختصار عن المخادعين.